طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بالخير والمسرات. رجعنا نكمل معكم يا عيال على سلسلة ما ونتن اند بليد وارباند. طبعا فيه حاجة حاب أقولها على عجالة، الناس اللي قالوا لي أبو عمير نزل عن لعبة كروسايدر ذي كينجز تو. طبعا اللعبة نوعا ما ما هي مشكلة، ما هي صعبة. شوفوا، كواحد ألعب ألعاب استراتيجية ما هي صعبة بالنسبة لي، يمكن تكون صعبة بالنسبة لكم، ولكن أنا عادي عندي، كان نزل عنكم. لكن واضح اللعبة يا رجل ما هي طور واحد. يعني لو افترضنا أن مثلا ماونت بليد فيها يمكن 5 6 أطوار بس، يعني كل طور له قصة معينة، مثلا طور المسلمين، طور المسيحيين، طور عباد الأصنام. يعني بإمكانك تلعب بأي شخصية تعجبك، أي طور يعجبك. ولكن الجزء ذاك في أكثر من تقريبا 1000 طور يا رجل، يعني في أكثر من 1000 دولة، في أكثر من 1000 يعني ديانة، في أكثر من، أنا ما أدري وش ألعب فيه ولا وش أسوي فيه. يعني فما أنا ما أبغى أبدأ فيه بسلسلة ثم بعدين أحس الناس طاحوا على كذا، ثم أبو عمير نزل، أبو عمير نزلنا ذيك، أبو عمير نزلنا مدري ويش. أنا بنزل عنها، أنا ما قلت لكم بنزل، بالعكس أنا بنزل عنها السلسلة، لكن بشوف وش السلسلة المناسبة صراحة لي. فالحين خلونا نكمل ماونت لاند بليد عيال. طبعا انا والله ما ادري وش اخر تخزينه، لكن اعتقد ان هذه اخر تخزينه سجلناها هذه. خلونا نكمل عليها ونشوف. طبعا زي ما قلت لكم ماونت بليد عيال، الى الحين ترى ما بدانا، الى الحين ترى احنا في البدايه، الى الحين احنا في البدايه. في ناس يقولوا بعمير طلع لك جنرالات وخلهم وسوي حملة وسوي، أنا بطلع جنرالات وبطلع جيوش، هذه لابد منها. ولكن ما هو الحين عيال، ما هو الحين، أنا توني أسس دولة الحين، توني الدولة، توني جالس أرسم حدود الدولة. زي ما قلتكم دولتي عيال، زي ما قلتكم في الفيديو السابق، دولتي بتكون من هنا، من القرية هذه إلى القرية هذه، إلى خلينا نقول إلى القرية هذه، القلعة هذه، الى المنطقة هذه. يعني المنطقة هذه بالكامل، شوفوا الماوس وين يروح، المنطقة هذه بالكامل بتكون بإذن الله الدولة تبعي. ولكن احنا الحين ما عاد بقى القلعة هذه ناخذها، وناخذ القلعة هذه، وناخذ القلعة هذه، وبكذا نكون أسسنا الدولة تبعنا. طبعا القلعة هذه معها القرى الصغيرة دي، كذا بنكون أسسنا دولة خاصة فينا، تكون بداية إن شاء الله قوية بإذن الله. طبعا او ما ادري، احتمال اذا اخذنا القلعتين ذولي، او الاحتمال اذا اخذنا القلعة هذه نبدأ نأسس الدولة تبعنا يعني من جد. وشكلي ببدأ تأسيس الدولة يعني بتكون من هنا، يعني بتكون انطلاقة ان شاء الله، يمكن استثني الاشياء ذولي اخليها بعدين. ولكن باذن الله بعد ما اخذ القلعة هذه راح اطلع جنرالات واسوي حملة على سويديا الين ما اقضي عليهم، ايضا بسوي حملة على اكثر من دولة باذن الله ندعسهم. خلونا نكمل. انا جيشي وين؟ انا عندي جيش يا بوي، راح هنا يا بوي. طبعا البارتي عندي، البارتي المماليك 50، والحضارة اللي معهم فؤوس اللي هو سورانايت جارد 50 برضو. هذا كروسبو مان، وهذا برضو هذا. انا عندي ناس ما ادري وين جاوني منه الامانة، عندي ناس ما ادري وين طلعوا لي منه صراحة، يعني تحس الموضوع ما له مداعي. الزبدة 129 ان شاء الله انهم كفاية، ان شاء الله انهم كفاية باذن الله عشان نحتل القلعة هذا. طبعا انا بعد ما احتل القلعة هذه بنزلهم في القلعة وبخليهم في القلعة. طبعا انا هل انا سويت او الشيت شغال؟ لا يا ابوي الشيت شغال، لا يا اخي الشيت هذا شغلته في بداية اللعبة والى الحين كل ما رجعت اكمل تخزين القاه شغال. نو شيت مليو، ما ادري ليش، ما ادري كيف افصله ذا، خلاص ما عاد ابيه. يمكن انا من اللانشر اسوي له فصل نوعا ما، شكله من اللانشر اسويه، اي صح شكله من اللانشر اسوي له فصل. طيب ما في مشكلة، بقي يلا نبدا نهاجم القلعة. صراحة انا كم في شخص، اوه شت والله يا يعني انهم واجد عيال يا ولد.
في تقريبا 200 250 200 250، لا والله في 344. واللي يا ولد الله في ثلاثة يلا في دافيد يا رجال طز فيه معلم، ما في خيل يركبونه، خلني بس اتفقد ال لا اتفقد الانفنتري عندي كل شيء تمام. هذه اسلحتي المفضلة ما راح اغيرها طبعا، زي ما تشوفوا الخوذة هذه لقيتها واشتريتها، خوذة جدا خرافية، خوذة اسلامية، ف خوذة تعطي هابة. في الخوذة حقة السورانايت جارد سويدة عرضوا علي 3200 عشان اسوي معهم بإسلام. طبعا زي ما قلتكم يا عيال فيه خوذة اللي تبع المماليك هذه اللي فيها طربوشة وفيها ريش في الرأس، لكنها ما هي كويسة. انا بعد ما اخذتها اكتشفت انها تحجب الرؤية اذا انت كنت تستخدم السهم او النشاب. طبعا بدأ الهجوم يا عيال، كأنه نفس القلعة القديمة. طبعا انا اضغط حرف الار عشان يعطيني رؤية بالاسهم كويسة، وشكل في واحد يطلق عليه بس من هم والله اني ما ادري عنه. انا ما ادري في جلتش ولا في شيء، ولكن يا عيال انه شيت ما معي الاسهم، رامي اسهم الا واحد، ما معي رامي اسهم الا واحد. يا ولد يا ولد يا ولد لازم الكلب هذا نوقفه عند حده. والله اعطيت هيد شوت. خذها يا ولد يا ولد يا ولد، والله مرت عليه يا ولد. جلدنا فيهم اثنين بس باقي منهم ناس. ايوه هيد شوت هيد شوت. في ناس هنا فوق زي ما تشوفون. نحاول نقضي عليهم، واضح انهم واضح انهم جالسين نطحن في التيم حقنا. لا تهرب لا تهرب. يا بوي وش فيك؟ ها خلاص خلاص. هلو هذول برضو معهم اسهم، بنحاول نقضي عليهم. والله ذاك اعطيت 10 اسهم يا ولد. يا ولد موت يا هو. طبعا انا بستخدم الفاس، بحاول انزل عليهم من الخلف واستخدم الفاس عشان ننهي الجيم بسرعه. هذا عن الموضوع يا ولد مطول من جد، والله واضح الموضوع مطول. الفاس اللي معي هذا قوي والله عليه دامج يا ولد. والله اعطيه تعالوا تعالوا اعطيهم امر يلحقوني الزلايب ضاله قبل يجون.
المشكلة لما يقاتلون بواتات كذا يروحون يلفون عليك كذا يروحون. كفو حقين الاسم ظلهم مقرفين. نحاول نقضي عليهم باسرع وقت ممكن. لا يروحون لا يروحون تكون يا رجال لا يروحون. عليهم تعالوا 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 يا الشباب تعالوا. اوح اوح كلهم الف من خلفهم عشان فاس قوي. صاير لهم جلتش هنا او صاير لهم والله انهم واجد يا ولد. والله انهم واجد يا عيال. والله انهم واجد يا ولد. والله انهم واجد عيال. يا ولد كلاب حقين اسم والله العرشب. ها باقي احد منهم ولي يا ولد باقي واحد منهم شكله في التور هذا. ايه شكله مقلتش في التور هذا دائما يقلتش دائما هنا يجي هنا نوعا ما او في التور هذا الطريق. يا جماعة الخير الطريق لو سمحت. اح كويس حسبتهم طرحوني يا ولد. روح انت وياه خلص علي. لا احد يطرحني لا احد لا احد يطرحني. ها روح روح الله من جد يا ولد. بعدين اللاعب ما يركض يا اخي هذه حاجة مقرفة صراحة. ايه شكله هنا هذا هو. دائما يجي هنا ويقلتش. احفظوا مكانه عشان المرة اذا هجمتم يعني تحاولون. ها الشيت. طيب طيب اخيرا اخذنا القلعة الكبيرة منهم.
تيك ذم بريزنر. يلا ناخذ اوه واجد عيال واجد. طبعا بناخذ ضاله، هذول مدنيين على ما اعتقد فيهم. المفروض المدنيين ما ناخذهم يعني، المفروض ناخذ ال ناخذ ال من جد يعني. هذا وش نبي بادي؟ يلا الفارمر برضو، وش نبي بالفارمر؟ الحط افضاله ما نبيهم يا ولد. طبعا وش ناخذ؟ يا كذرهم يا ولد، يا ولد يا ولد واجد. المفروض اني سويت المكسكيوت، انا المفروض اني سويت المكسكيوت يا ولد. وباخذ الاشياء الثمينة عندهم، اشياء ثمينة جدا. الدروع ناخذ ما عاد في شيء ثمين عندهم، حتى كل شيء صار عندي فل. اطلع منهم يا صاحبي. ويقول لك طبعا اي وش تو ديفر امرمنت اوف ذا لو اوف الور يونتل اي تيك ذا كونسول اوف ماي سبجكت. والله اني ما ادري، لا باخذها لنفسي يعني، باخذ كل الدول هذه لنفسي يعني. هذه ملك للسلطان، هذه ما حد يقدر ياخذها. طبعا الحين يقول لك مانج جاريسون. طبعا بما ان احنا اقوياء بنخلي هذولا، بنخليهم لازم نحط ناس يدافعون. الحرمية هذول حقين الباندت ديزرت بابل، حقين بابل. ولازم نجيب هنا ناس، نجيب هذا برضو، هذا قوي جدا نحطه فيه. نجيب الصعاليك ضالة. انا نفسي برضو اني احط جيش عندي. لا كروس بومان لا بنخليه. طبعا انا بطلع جنود عندهم، خليني اطلع جنود. ريكورد تروبز موف تيور كورت هير جو تو ماركت بليس. طيب ايوه هنا يمدينا يا حبيبي نطلع جنود. خلينا نشوف الريكورد. من ما يمدينا الا ريكوردبل. يمدينا لا يمدينا نسوي ريكورد، بس وش بنسوي؟ خلينا نطلع هذا مثلا، طلع واحد برضو، اثنين ثلاثة، 20 يوم بياخذ. اوه شيت، خلينا نطلع الارشر. احنا محتاجين ارشر بشكل غير طبيعي. طبعا كذا وضعنا في السمبتيك، طلعنا اللي معهم الفؤوس لانهم اقوياء. وكويس كويس كويس، باقي عدد بسيط من الناس في المدينة، ولكن ان شاء الله انه ما هو مهم يعني. صحيح ما فيها جنود، صحيح ما فيها جنود، ولكن يا عيال زي ما تشوفون انه احنا كملنا واحنا نسجل 18 دقيقة، لا يمدينا ناخذ القلعة الثانية باذن الله. طبعا كذا رسمنا المدينة تبعنا، باقي المدينة هذه بناخذها باذن الله. خلونا نروح المدينة هذه. طبعا انا هلتي رايح في خرائط ابوها، الجنود عندي برضو رايحين في خرائطها، ما عاد عندي جنود نوعا ما ذاك الزود، ولكن نحنا لازم نخاطر، ولكن نحنا لازم نخاطر يا يعني. عيال صحيح ما عاد عندي جنود، ولكن احنا بنخاطر باذن الله راح ناخذ القلعه هذه. بس خلونا نتكي هنا ما دام ان احنا جالسين، نتكي هنا في الطريق شوي، نجلس يوم يومين نرتاح شوي، وبعدها نكمل الى سونوز كذا بالسين، ما ادري كيف ينطقون سونوز او شيء زي كذا. طبعا البارتي عندي اكل، وعندي مويه، وعندي كلين ووتر. ايوه الهيلث حقي ارتفع شوي. طبعا برضو بنتكي شوي. يا اخوي هذا وينه رايح؟ هذا المهبول هذا وينه رايح؟ طبعا بنحاول ناخذ القلعة هذه. اذا اخذنا القلعة هذه وضعنا في السمبتيك. طبعا نشوف ال يا ابوي انت وينك رايح يا اهبل؟ هلدي صار 100 الحين، هلدي صار 100. الجنود عندي نوعا ما كانهم متعالجوا. ايوه كانهم متعالجوا، ولكن ودي نوعا ما ان احنا ننتظر شوي. خلنا نشوف البارتي عندي 44 من 46 53، باقي يعني كم كتيبة نوعا ما ضعيفين. اوه شيت والله في لا ما نبيهم،
في جيش رايح، في جيش رايح يا عيال، في جيش رايح يا ولد، شكله بيروح القلعة دي والله أعلم. هذه كارثة، إذا راح أخذ القلعة دي فهذه كارثة. خلينا نسوي سيف أز ونسوي هنا، أوكي نسوي سيف، نكتب نكتب إبيسود 7، إبيسود 7 يعني اللي هو تقريبا الحلقة السابعة، هي ما هي الحلقة السابعة ولكن نوعا ما. يلا فدا، خلونا نحاصر القلعة هذه، خلونا نهاجمها. طبعا نقول ان شاء الله وتفائلوا بالخير تجدوه. طبعا القلاع عندي محصنة باستثناء القلعة هذه اللي هي برافين، برافين توني ما اخذها، ما فيها الا ما فيها عدد بسيط من الجنود، ولكن اذا ما هجموا علاء بيكون حاجة طيبة. طبعا او شيت، شكل القلعة هذه يا ولد يا ولد يا ولد. طبعا يا ولد بنحاول ندافع، بنحاول نقضي عليهم. في سلم، في سلم ثاني، ما حد راح معه، بروح معنا والله. هيد شوت شوت، كويس كويس كويس، انا بروح مع السلم هذا الثاني وبحاول ادعسهم، لانه واضح انهم يا ولد شكل بيجي طحن فيا، بنخسر جنود. يلا يا ابوي يلا يلا يا ابوي يلا يا ابوي يلا 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 يلا. اوه شت 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 يا كذرم يا ولد، والله انهم واجدين يا عيال. ها وش وش مجلسك هنا يا ابوي؟ والله يا ولد يا انهم واجدين يا ولد. طبعا انا من مفترض الطريق، والله يا ولد طحت، بغيت اروح فيها. الدرع 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 الدرع، اعطيني الدرع الدرع. يا ولد وين اللي يطرق عليه الاسهم؟ خلونا ندافع عن الشباب عندنا. واضح ما عندهم جيش، انا بروح مع البوابة الثانية يا عيال. كلو يا ولد، جلد يا ولد جلد، دق خشوف. طبعا الفاس عشان تصير الضربة قوية قاتلة لازم تكون بعيد شوي، بعيد منه عشان تصير الضربة قاتلة، من طقة واحدة تقدر.
احح يا الاسهم. والله طحناهم يا ولد، حشرناهم بالزايد. انا بطلع هنا كذا نت يا حبيبي. والله طحني يا ولد. والله دقك شوم يا ولد، يا كثرهم يا ولد. والله يا ولد شت شت يا ولد، تعبت وانا اقتل فيهم. اوه شت، حتى اخوي طالع فوق. والله تعبت وانا اقتل يا ولد، خلاص يا ابوي موت وعاد. كفو والله، والله كفو، والله كفو يا ولد. دعس 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 على كيف كيفكم يا عيال. والله حلقة جدا قوية، اكسكيوتهم بنعدمهم كلهم. طبعا بناخذ الجنود اللي بيجون معنا، حتى الحرمة ذي بناخذها تحارب معنا. يلا فدأ، ناخذ هذه، ناخذ هذه، ناخذ الرمح، ناخذ الرماح هذه جدا قوية، حتى الارمر هذا شكله قوي يا ولد. وش برضو هذا نوع ما مدري وش ذا، لكن الرمح الدرع هذا جدا كويس. طبعا الفود نوعا ما والكلين واتر كل شيء نفذ من الجنود عندي، ولكن بناخذ القلعة فور ماي سلف، القلاع الكبيرة هذه لي يعني يا ابوي. القلاع الصغيرة تبون اخذوها مانج تورنمنت. طبعا اوه ريكوردبل والله واجد يا يعني. كورتبل جدا كثيرين يا ولد. طبعا هنا هذا ايش اربيان باندت انفنتري. طبعا واضح ان الجنود هنا ابو كلب ولكن ما بلهم يعني، ما بلهم يعني صراحة يعني. مارج مانج جاريسون نحط هذه فيها، طورها. اوه كفو يا ولد، انا نطور ذا الزبال ما يمدينا. هذا برضو ما يمدينا، صارت ارش الحرمة يا ولد العجوز. والله صارت حرمة العجوز، حتى هذا بنحطه قلعة. كروس بومان بنحطه في القلعة برضو. السورانايت جارد خلينا بننزلهم هنا يعني. السورانايت جارد بننزلهم هنا، بنحط مماليك برضو بعد هنا كثيرين، لان هذه القلعة متقدمة جدا. القلعة هذه جدا جدا متقدمة، تدرون بماني اخذت القلعتين هذه بخلاص. لا لا بماني اخذت انا القلعتين هذه الحلقة الجاية باذن الله. طبعا باذن الله باذن الله راح نهاجم على القلعة هذه الاخيرة. خلاص هذه اخر قلعة، وزي ما قلتكم اخر قلعة. وكم نسجل 30 دقيقة؟ لا لا خلاص
اخر هذه اخر قلعه، وباذن الله نبدا نطلع مارشل، نطلع جنرالات، وراح نطلع يعني جنود، وراح نسوي حمله بعد ما ناخذ القلعه هذه. في الحلقه اللي بتيجي باذن الله راح ناخذ القلعه هذه، وراح نسوي حمله وناسس الدوله حقتنا، نظبطها، نطلع جيوش، نطلع جنرالات، نطلع كل شيء تبونه. اي شيء تبونه اكتبوه لي تحت في الكومنتات، وانا راح اسويه في الحلقه اللي بتيجي. طبعا زي ما قلت لكم هذه اخر قلعه لنا وخلاص، وكذا نكون اسسنا المملكه تبعنا او مملكه المسلمين عندنا. يعني بتكون جدا جدا حاجه خرافيه، يعني من حدود النهر هذا الى القلعه هذه، مع الثلاث قلع هذه بتكون عندنا دوله كبيره جدا، وبيكون عندنا جيوش، وراح نسوي حملات على ما تبقى، على ما اعتقد، ما ادري هل خلص السويد، يمكن خلص السويديا لان ما عاد بقى عندهم شيء. راح نسوي حملات عليهم الين ما نقضي عليهم، ثم بعده راح نسوي حملات على اللي بالاخضر ضاله، اللي هم ما ادري وش اسمهم، رودوكس او نوردك او اي شيء يعني. ولكن اهم شيء عندنا نسوي لنا دوله خاصه فينا. طبعا الدوله اللي عندنا ما عاد بقى لها الا خطوه اخيره واحده، اللي هي احتلال القلعه هذه، اللي هي اخر قلعه سويدي الكبيره نوعا ما في المنطقه هذه. ولكن ان شاء الله انها بتكون نوعا ما بدايه كويسه. اشوفكم الحلقات الجايه في امان الله.